أهلنا طيبين الزينين، مرحب حبابكم عشرة بلا كشرة، حبابكم مية ما تنقص وقية، حبابكم ألف ما ينقص حرف. مرحب بكم، بنحييكم من ولاية نهر النيل، الولاية المعطاة، ولاية الخير والنماء، من منطقة البسابير. الليلة يا أخواننا مرقنا في البسابير وجينا لناس البسابير، هم مشتاقين لنا ونحن مشتاقين لهم. حلقة كاملة من البسابير، محطات شنو ده اللي حنشوفه في الحلقة، الفايز منو ده برضو بنتابعه في الحلقة، لكن هنا محطاتنا نتابع مع بعض. طيبين مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من منطقة البسابير. والله يا اخواننا الحلقة بادية مسخنة، والناس اللي لقيناهم في الزلط، ناس جاهزين وناس بترحاب باستقبال بحفاوة، ده عادة عنا في نهر النيل وفي السودان كله وما غريب عليهم. نحن قلنا الناس اللي جونا برا ديل نسمسوا على الزلط، ده برا مع الزلط كده، وان احنا داخلين الحلة اللي جوا. طيب نحن بنسأل سؤال والعارف الإجابة يحتفظ بها لحد ما الدور يجي عنده، وسعيدين يا إخواننا استقبلونا كبار يعني شخصيات الحلة، الشخصيات الكبيرة في الحلة وبقيادة السيد العمدة، عمدة المنطقة ذات، وبرضه جانا والله كتر خيره وبارك الله فيه لحد برا، لحد الزلط برا، وده يؤكد معزتنا عندهم والله زي ما نحن بنعزهم. طيب أنا بسأل سؤال والعارف الإجابة يحتفظ بها، البسابير شنو يعني البسابير؟ الاسم جميل، وين أنت منو؟ اسمه عبد الرحمن الفكي. منو؟ عثمان عبد الرحمن الفهيم. عثمان مرحب بك، من البسابير هنا. نعم. مولود في البسابير؟ نعم. الاسم جاكم من وين؟ الاسم جانا من بازبار، اسم على القبة. منو؟ الخليفة بازبار. خليفة بازبار؟ نعم. ده في المنطقة هنا؟ شو بازبار هاي. سموه عليه؟ سموه عليه. قبال ما يسموه البسابير كان اسمه هنا؟ ولا انت بس جيت البسابير؟ البسابير. مين قمتوا القتال البسابير؟ من قمنا البسابير. طيب كده ناخذ اجابة نتعرف عليه؟ محمد قزم السيد علي. مرحب بك، من البسابير هنا. والله البسابير هاي. ما لو قلت والله البسابير دي زي جايو من برا مناسب والنسب كده تقريبا كده نسب مو تقريبا والله يا اخوانا ظاهر زول النسب بعدين زول النسب قدر ما تقول ازرق اقول لك ازال هنا ازال هنا ما ضيف ما لا لا والله لا والله يعني. البسابير ما شاء الله. وانت من وين؟ انا بنقل المحطه. بنقل المحطه اي نعم. بعيدين منين؟ والله يعني تقريبا 11 كيلو. 11 كيلو قريب والله. اه السيره ما كلفتك كثير. لا والله الحمد لله. الحمد لله والله. ناس شاققوا برا وناس يبدون بالبكاء. الله يهوز الكبير كبير يركب العربيه والصغير اللي شاقق. والله اذا الكلام استمع تقوم تعرسك مره. نحن ما ضد العرس البعيد، لكن كان مر الزوج سايب بتكلفته وحصل وفاه بتكلف القريبين اللي قدين المحنة ذاته بيجيب القرب ده بيجيب المحنة. طيب بسابير جا من وين الاسم؟ والله يا اخي زي ما بقوله من الشيخ بازبار تقريبا كده. قالوا هم قال بازبار الشيخ بازبار. بنق عليهم بنق المحطه دي اسمها البان نغ اصلا يعني من البان. اها آه. طيب البان عرفنا نغ شنو هي؟ البان نغ نغ يعني البان نغ تقريبا ناتو من البان نغ بنق ما البان دي عرفنا البان ده شدر نغ ده منو بنق على بنق صالح فقير. بس انت اللي تري النغ ده ما البان دي عرفته نغ منو؟ والله يا اخي البان نغ هو اصلا انا بقوله هنا بقوله من البان نغ لكن ما بعرف من البان ونغ منو هو نغ ما بعرف. معاكم عالم السير هاشم الخليل. مرحب حبابك عشرة. والله نحن سعيدين نكون معكم الليلة في البسابير. الله يبارك. البسابير اللي اسمه من وين؟ اشتغل من الشيخ بازبار. ها؟ الشيخ بازبار. الشيخ بازبار. هاي. طيب ناخذ هنا نتعرف عليك. ما حجوب الشيخ. مرحب بك من البسابير هنا. نعم. الاسم جا من وين؟ من الشيخ بازبار. الشيخ؟ بازبار. بازبار. شباب نتعرف عليه؟ محمد السير العمدة. مرحبا محمد. بسابير هنا. بسابير جات بالنسبة للشيخ بازبار. الشيخ بازبار. عندك فكرة قبل ما يسموها البسابير كان اسمه؟ الله أعلم ما قمنا عرفنا أن البسابير. أنت قمت منين طيب؟ 1990. ما شاء الله الله يصغير يا حمد. نعرف عليه. نجم الدين محمد. نجم الدين مرحب. نجم الدين أول حاجة أنا الطاقية دي وضعها شنو يعني دي شنو الخطة دي؟ الطاقية دي؟ أول شيء دي عينتها دي اسمه؟ والله عينتها ما بعرف إيش. كيف يا أخي ما في طاقية يا أخوانا بخيطوها باليد؟ لا دي ما دق. ها؟ دي جاية دق بخيطوها شغل خاص. دي شغل خاص؟ أيوه. وبكم دي؟ دي ب 160 جنيه. ناصي ايه؟ 160 والله الله جاي من الابيض. دي؟ اي والله. شغل خاص. شغل خاص. طيب عندها وزنه معينه ست ما خدتها ورا شديد كده. عندها وزنه معينه. دي شنو معناها شنو؟ خدتها هيني بس. ها؟ خدتها هيني. اسمها هيني؟
لا خدتها بس هنا خدتها هنا عادي. ما في ناس بيشنقوها في ناس خدتها. ما كل ذو حسب مزاجه يعني. بالمزاج. لكن دي ما عندها وضع معين. لا ما عندها وضع. يعني انا قايلها بحركوها حسب المرتب، المرتب جاه قدام. مرتب ما في ورا، القروش نص نص خدتين. والله مبروك يا والله تمام معناها شغل اسمه شنو قلت لي دق؟ دق ايوه. باقي دق. طيب بازبار جات من وين؟ من نسبة للشيخ بازبار العوني. البسابير جات بالنسبة للشيخ بازبار. شيخ بازبار مرحبا بك تعال. مرحبا. الله يحفظك. نتعرف عليك منو؟ عبدو ضفع الله حمد البشير. عبدو مرحبا بك من البسابير. نعم. وين الاسم جاي من وين؟ الشيخ بازبار. الشيخ بازبار ناخذ اجابه ونبدا بجاي نتعرف عليك. محمد عمر احمد النعيم. مرحبا بك. البسابير الاسم جاي من وين؟ والله تقريبا الاسم ذا يعني جاء من 5 عقود. نعم. جاي من الشيخ بازبار. الشيخ بازبار هو الشيخ وله 5 عقود في المنطقه دي وسمد عليه 5 شنو؟ 5 عقود يعني 500 دعم. نعم تقريبا قرون في المنطقه. قرون من 500 عام ده الاسم تقريبا. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله سيد احمد الشيخ البسابير. اولا اسمح لي احيي قناه الشروق متمثله في تيمها العامل بواسطه الاخ محمد موسى الاعلامي والدرامي والصاحب النقطه الحاضره. البسابير سميت البسابير للشيخ بازبار، وطبعا يعني زي ما ذكروا الاخوان اول إنسان علم القرآن في منطقة البسابير الشيخ بازبار، وسميت عليه البسابير. وزي ما بيقول علي إبراهيم يا بازبار العوني، وما بيعرف كونه يقول يا بازبار العوني. البسابير سميت البسابير بالشيخ بازبار. شيخ بازبار نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم جاد الله بليله. أولا نشكر قناة الشروق كونها جينا هنا في البسابير، وعلى رأس أخونا محمد موسى الإعلام المعروف على مستوى السودان بل على مستوى الوطن العربي. البسابير حسب معلومتي أنا البسابير اسم نوبي، والاسم النوبي ده كان قبل ما يجي الشيخ قبل ما يجي الشيخ بازبار. جاء الشيخ بازبار وسكن هنا، الإضافة الاسم النوبي أضافوه للشيخ بازبار ده وسميت بالبسابير. قبلها كانت اسمها سيدر والله أعلم. أتعرف عليك. عبد الفتاح جميل. نحن اول حاجه نحن بنرحب بك انت بين اهلك وبين البسابير. اقامه سعيد ان شاء الله. جاءت من الشيخ بازبار رجل العلم والدين فسميت بهذا الاسم. والله انا مش بين اهلي بس، والله انا حاسس انه عندي قطعه 2000 متر ناصيه في العله دي فاتحه في شارعين بوابتها كبيره. يا زول اهل سعيد بتعرب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نرحب بهذا العقد النظيم بقيادة محمد موسى الذي ظل يوثق لكل السودان، فجزاك الله خير أن نكون من ضمن المناطق التي توثق لها. البسابير سميت بالبسابير للشيخ بازبار الذي وصل على حسب كلام الأجداد سنة 1615 تاريخه بيمتد لي 400 سنة، مبشر إسلامي جاي من حضرمي من حضرموت من ضمن المبشرين، والاسم ظاهر بازبار وباسعيد وباوارس كلها أسمانها. قبلها كانت تسمى في العهد النوبي ديم أكد، وأكد كلمة نوبية معناتها أرض الحوض، وفعلا البسابير فيها حوض اسم حوض البسابير فيما بعد. فيما بعد معلومة كافية نتعرف عليه. مرحب محمد الخليفة الحسن. الاسم جاكم من وين؟ والله اسم البسابير. نعم البسابير والله جاءت على حسب الشيخ بازبار. سعيد نتواصل معاكم ونحن في مدخل البسابير ومشايخ وأخواننا أبناء المنطقة كنا استقبلونا بحفاوة ورحاب، وفي مقدمتنا السيدة العمدة. نحن سعيدين نلتقيك. أول شيء عرف المشاهد بيك وباسمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاسم عثمان العمدة محمدان التوم زياد، عمدة البسابير حالياً، اللي هي ممتدة من منطقة تندلتي والعمدة إلى جوز المطرق. طيب نحن دارين معلومة عامة عن البسابير، يعني سكانه، حرفتهم الرئيسية بيشتغلوا في شنو، يعني أنتوا أصلا ناس منطقة واحدة ولا مناطق عدة الموجود فيها من التعليم من المدارس من كده، العمودية ذاتها تاريخها لورا في كم يعني موروثة وراثة ولا كيف؟ نعم، أول حاجة العمودية هي بموروثة طبعا وراثية يمكن قبل 500 سنة اللي هو بعدها جدا الكبير أحمد والزيات، وقبله كان في قشيق، وتسلسلت إلى أن وصلت لنا حاليا.
بعديه طبعا العمدة الشيخ عبد الرحمن والشيخ العمدة الأزرق والشيخ التوم والشيخ محمد آنة والشيخ أبو شامة حاليا العثمان العمدة. أهل البسابير بيتكونوا هي خليط ممزوج مع بعض شايقية وجعليين، ما في فرز عسى بين شايقي وجعلي، حالة واحدة يعني مزيج. دي الناحية الأولى. الناحية الثانية إنه في الفترة الأخيرة دي نزحت علينا قبيلة أهلنا الحسانية وتزاوجوا معنا وعايشين معنا عسى في حرنا وباردنا. الحرفة الرئيسية بتاعتنا إحنا الزراعة، إحنا بنشتغل زراعة بكل أصنافها، ببطاطس، موز، بصل، طماطم، خضروات بأنواعها، برسيم. منطقة زراعية كبرى، يمكن إحنا عندنا حوض من جزائر لكرو لمساحات بتاعة غفار حوالي 34 ألف فدان. التعليم بدأ فيه من تقريبا من سنة 1953، دي المدرسة الأولية بالنسبة للبنين. بالنسبة للبنات بدأ 1960. الحمد لله لدينا خريجين كثيرين جدا جدا من دكاترة ومهندسين والقوات المسلحة. القوات المسلحة أهلنا اللي اشتركوا فيها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وبيحبوا كانوا القوات المسلحة شديد، يحبوا شغل في الجيش لأنه ناس قتاليين، ناس يعني عندهم عزيمة شديدة على البلد وعلى وطنهم. الناحية الامتداد الأرض، المساحة بتاعت البسابير يمكن هي بتتكون من 15 حي، هي مع بعض كله الناس قريبين من بعض، لكن هي دي الأحياء بتاعتها. فيها 22 مسجد، كلام كويس، وفيها حوالي 13 مدرسة أساس، وفيها مدرسة ثانوية عليا، وفيها مدرسة ثانوية عليا بنات ومدرسة ثانوية عليا بنين، وفيها حوالي 4 خلاوي لتدريس القرآن. ده في مجمل التعليم. الحمد لله عندنا امتداد واسعة جدا جدا. عندنا الرعي، عندنا حوالي 60 أو 70 ألف راس من الماشية، من أبغار لجمال لضان. عندنا أراضي شاسعة جدا جدا خلوية، اللي هي ده محل المرعى بتاعنا، كلام كويس. بيشقنا في النص كده شارع التحدي، جزء جنوبي ده كله هي تابعة لمنطقة البسابير، وهي متلصقة مع شرق النيل. نعم، هي شرق النيل، وهنا بحدنا نهر النيل. غربنا طوالي منطقة الكمر ومنطقة ود الحبشي ومنطقة حجر التير، وبيحدنا معاهم جبل فنقول. فنقول دي طبعا هو كان زمان بيقولوا خواجة أو بيقولوا حاجة بالشكل زي ده من الزمان، من الزمن السابق. بنشرب من مياه النيل صافية، يعني كله عندنا حوالي 15 محطة بتاعت موية في كل الأحياء بتاعتنا دي، بنشرب مويه بتاعت نيل صافيه، ما عندنا ارض بتاعت بير ولا كده ولا حاجه شكل زي ده. يمكن ده مجمل للحياه العامه الموجوده في هنا. بس أبير والله يعني الكلام جميل جدا جدا، وكلام يعني يطمن على البسابير. طيب احنا سعيدين والله نكون مع اهلنا في البسابير، وحقيقه يعني المعلومات اللي قالها السيد العمده تطمن الانسان قبل ما يدخل بسابير، بيكون مطمئن انه الناس دي في استقرار وفي حياة رخية، وما شاء الله تبارك الله ناس زراعة وناس ثروة حيوانية وناس تاريخ، والقوات المسلحة تدل على بطولتهم وشجاعتهم واستبسالهم. الزول لو ما شجاع ما بيمشي مناطق الحرب ويشارك في كل الحروب دي. نحن سعيدين نزعل إنه سموها البسابير ليه؟ إجابتهم واحدة، الناس أهل وناس منطقة وعارفين الحاصل، لكن نحن أول زول بيقول الإجابة الصح بيكسب معانا. الجايز وإنت منو؟ عثمان عبد الرحمن. عثمان ده قال يا إخوانا سموها على الشيخ بازبار، وإجابته صحيحة، نصفق له صفقة حارة لعثمان ده. أيوة انت عثمان ما صفق معه، خلوه صفق هون. انت ما زول جائزة بس صفقوا له هون. انت ليلة انت مع عريس نمج على العربية رحلة نكون أخواننا معه. البسابير يا أخواننا الاسم جاء من الشيخ بازبار، وداعية إسلامي وجده جد البسابير ديل، أسس المنطقة دي ونشر فيها الإسلام وسميت عليه. والكلام ده زي ما قالوا هنا ناس البسابير قبل 5 قرون، 500 عام من الآن، تاريخ قديم وناصع وكبير والله ما شاء الله. أخونا عثمان فايز معانا ببوتجاز مقدم من قناة شروق، لصفق لصفقة حارة يا أخوان. والله مبروك عليك، مبروك لي عثمان.
مرحبا بكم، بنحييكم من ولاية نهر النيل من منطقة البسابير، محطاتنا متواصلة، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع معكم. طيب سعيدين نتواصل معاكم، ونحن في محطات متواصلة من منطقة البسابير، نحن في مسجد العارف بالله الشيخ سيد أحمد الخليفة. وطبعا المنطقة منطقة ما شاء الله التعليم الديني فيها من تاريخ بعيد جدا، والخلاوي منتشرة فيها، ومعانا أخواتنا وخالاتنا من منطقة البسابير لاقينهم في المسجد هنا، وسعيدين نحن نكون جوا المسجد ونسأل سؤال عن الدين يعني وعن المنطقة وتاريخ المنطقة الديني. أنا بسألكم سؤال، العارف الإجابة يحتفظ بها لما يجي الدور علي، ما لقينا بنديكم خيارات أصلا ما فايتينكم. طيب سؤالنا، من هو أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة البسابير؟ أول شيء خالتني اسمك منو؟ ست البنات مصطفى. ست البنات مرحب بك، مولودة هنا في البسابير؟ مولودة في الحسناء. ها؟ في الحسناء بورا. في الحسناء. سكنت هنا بدري لكن؟ أنا والله جيت أسعى للشيخ ده لكن ما سكن الحسناء. ليكم؟ جيت للشيخ ده. المسكن جيت للشيخ يعني جاي زيارة؟ جاي. أنت ما من البسابير هنا؟ لا لا. ما شاء الله يعني ضيف. طيب عارفة أول زول، أول شيخ عمل خلوة هنا منو؟ والله ما بعرفه. درج الخيارات يعني. طيب مرحبا بك. يا مرحبا بك، تسلم. نادي خالد. مرحبا بك، من وين؟ يا مرحبا، من البسابير. ها؟ من البسابير. البسابير أول من عمل خلوة هنا في البسابير منو؟ والله على ما أخطيب سيد أحمد الخليفة، من قمنا عن الخلاوة ووات ناصر الفاضل الخليفة. طيب نأخذ إجابة. متعرف عليك منو؟ الشيخ أحمد عجيبي. ما سامعك. عاش احمد عجيم. عاش مرحبا بك خالتنا عاش من البسابير هنا. لا من حجر العسل، من وادي جاي زياره. وادي العبيد جاي من ياتو منطقه. وادي العبيد مرحبا بك. احنا سؤالنا، اول زول عمل خلوه بتاع تحفيظ القران في البسابير منو؟ الشيخ الفاضل. الشيخ منو؟ الشيخ الفاضل. الشيخ الفاضل. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. عليكم السلام ورحمه الله. عليه عبد الله احمد عجيم. مرحبا بك، من البسابير هنا؟ من حجر العسل. حجر العسل. طيب سؤالنا، أول زول عمل خلوة في البسابير لتحفظ القرآن منه؟ الخليفة الحسن. الخليفة الحسن، نتعرف عليه. شزا علي حسن. مرحبا بك، من البسابير هنا؟ لا من حجر العسل. من حجر العسل. أول من عمل خلوة في البسابير منه؟ الشيخ بازبار. الشيخ بازبار. بازبار، نأخذ إجابة، نتعرف عليه. حياة فارس سعيد. مرحبا بك، حياة من البسابير؟ من البسابير. طيب أول زول عمل خلوة في البسابير منه؟ الخليفة الحسن. خليفة الحسن، نأخذ إجابة نتعرف عليك. أنا محمد الحسن. مرحبا بك، من البسابير هنا؟ لا لا، من حجر العسل. حجر العسل، جيران يعني. أي. مسافتكم قريبة من هنا؟ قريبة. أي. كم دقيقة بالعربية؟ نص ساعة كده. ها؟ نص ساعة. نص ساعة دي كان العربية سمحة ولا كان شين؟ سمحة ولا شين. زمنين واحد؟ زمن واحد. ما في عربات ما في الدقداق أبسوي لين شوف، في عربات كده بيدخر. طيب أول زول عمل خلوة لتحفيظ القرآن في البسابير منه؟ الخليفة الحسن والخليفة عبد الرحيم. خليفة عبد الرحيم الحسن. الحسن. طيب نتعرف عليه. رباب عمر. من البسابير. حجر العسل. حجر العسل، مرحب بكم. طيب أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن منه؟ الخليفة الحسن. الخليفة الحسن، نتعرف عليه. حاجر على عبد الله. مرحب بك، من وين؟ من حجر العسل الوادي السعيد. حجر العسل، مرحب بك. أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن في البسابير منه؟ والله الخليفة الحسن. خليفة الحسن، نتعرف عليه. سهام عبد الله. مرحبا بك، من وين؟ من الحسانات. مرحبا. أول من عمل خلوة تحفيظ القرآن منه؟ خليفة الحسن. خليفة الحسن، نتعرف عليه. أهلا وسهلا، فتحي الخليفة محمد. مرحبا بك، من البسابير. من البسابير. طيب أول من عمل خلوة تحفيظ القرآن في البسابير منه؟ الفقيه إدريس والسعد. ها؟ الفقيه إدريس والسعد. الفقيه إدريس والسعد، نتعرف عليه. نوال محمد الحسن. من وين؟ من حجر العسل. مرحبا بك. أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن في البسابير منه؟ الخليفة الفاضل والخليفة عبد الرحيم. نأخذ إجابة، نتعرف عليه. فتحية إبراهيم. مرحبا بك، من وين؟ من البسابير. طيب أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن في البسابير منه؟ الفاضل الخليفة. ها؟ الفاضل الخليفة. فاضل الخليفة، نتعرف عليه. سيدة إبراهيم. سيدة، من وين؟ من البسابير. البسابير، أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن منه؟ الفاضل. فاضل، نأخذ إجابة، نتعرف عليه. قدم الطاهر حمد في غيراب. من وين؟ في غيراب. مرحب بك يا قدم الطاهر. أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن منه؟ الخليفة الفاضل رجل الطنب. الخليفة الفاضل، نتعرف عليه. في ريال الحسن. في ريال، من وين؟ حجر العسل. حجر العسل، أول من عمل خلوة لتحفيظ القرآن؟ الخليفة الحسن. الخليفة الحسن، نتعرف عليه. مزار بابكي. من وين؟ من بنك القب. مرحب بك. أول من عمل خلوة
لتحفيظ الغرام في المسابير منه؟ مو بعرف. ما عارف درج الخيارات. قلنا زمن بعيد، قلنا أول هو أول من أسس خلوة لتعليم القرآن الكريم بمنطقة البسابير، واختلفت الإجابات وشابهت، وأول زوج قال الإجابة الصح بيكسب معانا الجائزة. لكن أنا يعني خجل النسوان دي تذكرني نكتة داري أحكيها للنسوان. فقال واحدة اللي قلت لها واحد شايل تلفون سمع خلاص تلفونات جديدة اللي بقول عليهم طشطي ديل ولا ططشي، بسم الله أنا قلت طشطي وططشي. فقامت قالت له تلفونك ده بكم؟ قال لا والله تلفون، قالت لي التلفون ده غالي خلاص. قال لي قالت لي
تشرف المسابير الديم ونعمل معهم محطة وسؤال يسمعوا إخوانا السؤال وإذا عارف الإجابة يحتفظ بها. أول حاجة عندنا مشاركات هنا. أول شيء خالتني اسمك منو؟ النعمة أحمد محمد بشير. النعمة مرحب بك. النعمة إنتي الشعر بتحفظه ولا بتقولي براك؟ والله الشعر ده قايلة براي. قايلة في منو؟ قايلة في أبوي. ما في كلام ما في كلام والله كلام تمام. قلتي فوق شنو؟ والله أبوي ده كان ما فيش ونحن كنا في غرية دون الغرية دي. نعم. الغرية اسمها ديم سعد. وجابونا هنا لما ابوي سافر مننا في المساء. سافر مننا في الصباح. نعم. جاتنا سيله في المساء انتهت من بيوتنا. لا حول ولا قوه. مطر سيل. مطر سيل. لما ابوي سمع جاء. طيب. اهجنا لقيت وابكي. بيوتنا ده. كنت قدر شنو؟ انا كنت اصغر من حالتي دعاء. كنت اصغر من حالتي. والله ما شاء الله اصغر من حالتي دي ولا صغيره شديده؟ والله ما في شغل ما في شغل. يعني هسه انت كبيره متزوجه كنت؟ هسه انا كبيره هاي متزوجه. لا لما لقيت ابوكي. لا لا. قدر زي كده؟ لا 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 لا. اكبر؟ اكبر اكبر. قدري كده؟ لا لا ما قدر. قلت له شنو؟ لقيتي بتبكي؟ ابوي لقيته ابكي. هاي. لقيته ابكي. نعم. قال لي بتبكي مالك انت في؟ انت في؟ انت في؟ قلت له عايش بيوتنا اتكسرنا يا ابو حنا شد على اتكسروا وصالون محمد وقع وجيت سيد. قال لي يا زول هو انت فيه؟ قلت له في البركه في عافيتك يعني كان. زي الرمالي حجر في قلبي ورجعت. أيوة. وانا صايمه قلت له يا القلب حنين وهم بيت اطي. قال لي قال لي داخلي يمين ونحن الأعلى خايفين. قلت حوش أبسر وروافير وجاهو بكوبان دافير جاهو بكوبان دافير وبتورم وغافل. دي اللي جيران. قلت له محمد وادعو عثمان وعبدو وسليمان حوشنا الكبير غاهر قام في داية الفيلو لبنان. الفيلو لبنان أخو يا أخي. والله ما شاء الله والله نحن حيك تحية كبيرة. طيب أنت معانا منو؟ ست البنات محمد أحمد سعيد محمد أحمد. مرحب بك ست البنات خالتنا. أنت من الديم هنا؟ رحبك الله من الديم طبعا. طيب بسمعين شنو؟ ممكن أول حاجة قبل ما تسمعينا طلبك شنو أنت؟ يا أخي السلام. يا سلام. والله طلبي الضلع السمح والقجاء والكبدة والشية والكمونية والحاجة. أختي كده لما السيل جيتي حضرها والسيل قالت السيل ده حضرتي؟ السيل؟ قالت والله طالعة فوق البيوت وهدما وأنا قاعدة فيه من فوق. والله كلا. طيب أنت طيب من حاجاتك اللي بتقولين كده سمعين. أنا حاجة طلبك اللي بيعجبك أنت بيعجبك. هاي مبروك يا صباح الخير داريس بعدل الميل. مبروك يا صباح الخير داريس بعدل الميل. سوى ما بيقول سويت أدى ما بيقول أديت أدى ما بيقول أديت تسلم يا عماد البيت. مبروك يا المرقة أم تتبسم قالت كل شي بيتم. هاي قالت كل شي بيتم عرسنا إن شاء الله ما نندم. هاي مبروك يا صباح الخير دعريس البعد للميل. مبروك يا صباح الخير دعريس البعد للميل. مبروك يا أخي. والله حيوها تحية كبيرة يا أخوانا صفي قولين. والله يا أخوانا دي مواهب مدفونة يا أخوانا. والله دا أنا والله أسميهن السناي المرعب السناي المبدع السناي يعني المرهف الإحساس. وشكلك صاحبات ذاتك صاحبين وبنات دي بتعمتي وأنا بتخال ومن يومنا بنغني سوا. أيوة. في غرامة كثير ما شاء الله تبارك. طالما الناس ناس فن وشعر نحب نسأل شاعر من أبناء البسابير شاعر كبير ومعروف غنى ليه والفنان كمال ترباس. أول حاجة بالراحة بالراحة بنجيكم. أنت اسمك منو؟ النعمة أحمد محمد بشير. عارفه وده من الشاعر ده؟
لا والله. انت منو؟ ست البنات محمد احمد سعيد. عارفه منو؟ والله ما عارفه. طيب انت حقيقه بيجيكم واحد يتعرف عليه؟ مريم احمد محمد بشير. مريم احمد محمد بشير. مريم الشاعر ده منو؟ الشاعر عبد الله البشير جبريل. عبد الله البشير نتعرف عليه؟ ليلى سيد احمد محمد. ليلى مرحب بك. الشاعر ده منو؟ عبد الله البشير جبريل. عبد الله البشير نتعرف عليك منو؟ براء عبد الحليم جاد الله. الشاعر ده منو؟ عبد الله البشير. نتعرف عليك؟ ثاني عبد الرازق عبد الله البشير. نتعرف عليه؟ العاجبه محمد علي محمد عثمان. عاجبه الشاعر ده منو؟ عبد الله البشير جبريل. عبد الله البشير نتعرف عليه؟ انتصار عثمان العمري. شاعر منو؟ عبد الله البشير. عبد الله البشير نتعرف عليك؟ رشد عثمان عبد الله البشير. عبد الله البشير نتعرف عليه؟ فاتن عبد الرازق. شاعر منو؟ عبد الله البشير. عبد الله البشير. سعيدين نكون في البسابير الديم ونحن معانا ناس الديم البسابير، وسألنا عن شاعر معروف من أبناء البسابير وقلنا له يعني أشعار كبيرة وغنوا له العديد من الفنانين على رأسهم الغامة الأستاذ كمال ترباس ربنا يديه الصحة والعافية. قلنا الشاعر ده من أبناء البسابير، هو منه أول زول قال إجابة الصح بيكسب معنا الجائزة. وانت منه؟ مريم أحمد محمد. مريم دي خالتنا مريم قالت عبد الله البشير. إجابة صحيحة. صفقة حارة لمريم، مبروك عليك الجائزة مقدم من غنى الشروق الرحلة العربية. خالتنا مريم فايزة معانا في محطتنا. سؤالنا عن واحد شاعر كبير من أبناء البسابير، قلنا غنوا له العديد من الفنانين على رأسهم الأستاذ كمال ترباز، قلنا دمنه هو الشاعر المعروف عبد الله البشير. وخالتنا مريم إجابتها إجابة صحيحة، فازت معانا ببوتجاز مقدم من غنى الشروق. صفقوا لها يا أخوانا. مرحبا بكم، بنحييكم من ولاية نهر النيل. نحن في منطقة البسابير، محطاتنا متواصلة، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع معكم. مرحبا بكم، سعيد نتواصل معاكم من منطقة البسابير ولاية نهر النيل ونحن داخل مستشفى البسابير الريفي. أول حاجة إن شاء الله ربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب العالمين، ومرضى البسابير والناس اللي في المستشفى ديل يعافيهم، وبنقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. سعيدين يكونوا معانا هنا ناس البسابير. نتعرف عليك منو؟ الفريق محمد. من وين؟ من أولاد حسان. أولاد حسان؟ نعم. جنب البسابير هنا؟ يعني ريفي، ونحن بعيدين منه لكن بنجيهم. بنجيو كم دقيقة بالعربي؟ والله نص ساعة كدي، ربع ساعة، أنا غابلة بس بجيون هنا. ما شاء الله تبارك. طيب الناس من البسابير لعبوا في المريخ دي، عارفوهم منو؟ لا والله ما عارفوه. أنت منو؟ سلوى صديق. من وين؟ من القلعة. قلعة منو؟ قلعة الجمال. مرحب بيك. طيب عارف اللعيبة دي منو؟ لا لا ما عندي معلومة. ما عارفه. أنت منو؟ ابتسام حامي. مرحب بك. عندك علاقة بالكورة؟ لا والله. نحن ما قلنا المريخ وطيابك ده فيها أحمر منقص بالأحمر. ما جايبة خبر المريخ؟ أنا جايبة. ما عارف شو. لا والله. مرحب بك، نتعرف عليك. عبد الله حامي محمد عبد الله جين. منو؟ عبد الله حامي محمد عبد الله جين. مرحب بك. شغال هنا في المريخ؟ نعم نعم. في أتو قسم؟ في كل إدارة المستشفى ده عندي. إدارة المستشفى. مرحب بك. طيب المستشفى ده شكلا جديد، هل هو جديد ولا تاريخه قديم؟ مستشفى الريف قديم. من سنة كم؟ 94. 94. فيه أقسام وشنو؟ فيه باطنية. فيه جراحة. نعم. فيه أطفال. نعم. فيه عيادة. فيه عنبر؟ فيه ناس برقود؟ فيه عنبر أطفال، فيه عنبر رجال. طيب المناطق اللي بتتعالج عندكم هنا غير البسابير شنو؟ في كل الضواحي دي لحد مثلا الشقيق، النقاعات، أبو حريق، نعم، الشيخاب، الجريف، واد حامد، كلهم بيجون قضاء البحر يتعالجوا عندنا. طيب الآن يعني المركز أو المستشفى الريفي ده ماشي كويس ولا لسه عندكم حوجة لحاجاته؟ والله عندنا حوجة لحاجات كتير. مثلا محتاجين شنو؟ محتاجين لغرفة أسنان. نعم. محتاجين لسهري. نعم. محتاجين لشبكة مياه. موية، لازم يكون في موية في المستشفى. نعم. طيب نتمنى لك التوفيق. نحن سعيدين نكون معاكم في المستشفى الريفي في البسابير. اثنين من ابناء البسابير لعبوا في المريخ، لو 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 عندك علاقه بالرياضه؟ ما عارف بس طيب يعني كان قلت لك اثنين اخذوا دريبات، كان قلت لك هنا قبلك. اتعرف عليك. هاشم حسن ادريس احمد زياد. مرحب بك. الديسكو اللقب. الديسكو. الديسكو. ايوه ما شاء الله. وبعدين يا اخوانا سبحان الله ظاهر عليه الالابي مريخاب يا زلمه. اللون اللون ما فرست اللون مريخاب ما شاء الله. اصلا انت بتشجع المريخ من بدري؟ والله بشجع من 59. 59 ايوه ما شاء الله. وهسه قاعد تمشي تحضر الكوره؟ والله كنت بحضر لكن لما جيت البلد هنا استغريت هنا قعدت هنا شغال هنا في المسيف. ما
ما شاء الله. وفي رابطة المشجعين ولا؟ رابطة المشجعين أضيف المريخ. أيوة. تاني معاك منو في الرابطة؟ والله في بدر الدين كلينكيت، وفي كمال عبيد الله، وفي عبد العظيم سيد أحمد، وفي زكي عبد الرحيم. يعني بتقولوا شنو في التشجيع؟ أنا شايف في زنبارة وفي شنو؟ قديش زنبارة شغل؟ بس خلاص بس هذا. دي اللي يجون ولا بيدور منا الكل؟ الأرض مريخنا يهز الأرض. يا سلام. أيوة. بالطول بالعرض. أيوة. لأنه والي غير الوالي. غير الوالي. أيوة. طيب اثنين من لعبت من أبناء البسابير لعبوا في المريخ. عندك بدر الدين بخيت. أيوة. خالد الزومة. نعم. خالد الزومة. أيوة. بدر الدين بخيت. أيوة. طيب نأخذ إجابة. مرحبا. نتعرف عليه. ميزة عبد الله عثمان السنجة. منو اللعيبة اللي؟ خالد الزومة وبدر الدين بخيت. بدر الدين بخيت. نتعرف عليه. أحمد محجوب وبدر الدين بخيت. أحمد محجوب. وبدر الدين بخيت. أنت منو؟ الخواز زياد الجاك. ها؟ الخواز زياد الجاك. طيب انا سعيدين نكون في مستشفى البسابير الريفي ونزعل عن اثنين يعني من ابناء البسابير قلنا لعبوا في المريخ. اختلفت الاجابات والشابه توز زوجها الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه. وطبعا الكوره دي كره القدم بالكرعين، ونحن في المستشفى جابت لي نكته فيها كرعين وفيها مرض يعني. الله يعافيكم جميعا يا اخوان. ده قال واحد من هنا من نهر النيل، بعدين ابوه جاته نشره فيها اصبعه الكبير ده وجابوا المستشفى بتاع البلد، قالوا يا اخوي ده والله عيان وكراع دي فيها نشره. المساعد الطبي قال لي يا اخي الكراع دي اللي تنقطع من الركبه عشان كذي ناي. قال هذا هوي ندقش الخرطوم نمشي ليه قدام، العلم يتطور ماشي متطور. وسط الخرطوم قالوا له يا اخي والله الكراع دي تنقطع من عظم الشيطان، من تحت منين عظم الشيطان ما من الركبه. قال اخوانا ماشيين كويس، وقت الله جاب لنا القروش حق الذهب ديل وحقات البايم ديل نقوم الاردن. مشى الأردن الدكتور كشف على الكرة قال له لا بنقطع على الأصبع بس. الزول قلنا بينفقع بالضحك. أبو قول له بتضحك مالك؟ قال له والله خايف نوديك أمريكا يقولوا ضفروا له. نحن مارقين من الركبة وصلنا الأصبع الصغير كل مرة يدفرون اللي تحت. والله نوديك أمريكا يقولوا ضفروا له بس ضفر. أنت منو؟ الخواط زياد الجاك. الخواط زياد الجاك. زياد عجاز عجاك عجاك الخواص زياد عجاك كده يقولوا طوالي. الخواص زياد عجاك. الخواص زياد عجاك. الخواص زياد عجاك. والله زي الغلوتية اللي ما بنحفظ بالساهل. الخواص زياد عجاك. اللي جابه يا اخوان هم اللاعب الكبير بدر الدين بخيت لاعب المريخ والمنتخب القومي، الناس جابوا كاس مانديلا، واللاعب احمد محجوب. الخواص اجابته صحيحه. صفقه حاره الخواص يا اخوان. مبروك الخواض رحل العربية رحل العربية. سعيدين يكون فايز معنا في محطتنا دي من مستشفى البسابير الريفي الخواض زياد عجاك الفاز معنا عن سؤال عن اثنين من ابناء البسابير لعبوا في المريخ قلنا هم بدر الدين بخيت واحمد محجوب. اجابته صحيحه. الخواض فاز معنا بكداره مقدمه من قناه الشروق. طب يقولوا طبعا ما دايره؟ لا ما دايره. ما دايره. الخواط فاز بتلفزيون مقدم من قناة شروق تلفزيون. طب حال بنقول شكرا لهنا في ولاية نهر النيل، وشكر خاص لعموم هنا في منطقة البسابير للحفاوة وحسن الاستقبال والترحاب الحار القابلون به ومن مدخل المنطقة لحد ما انتهت حلقتنا الليلة. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليلة من منطقة البسابير. بنقول مبروك لكل الفازوا معانا في محطاتنا الخمسة في حلقة الليلة، وحظ أوفر للما حالفنا الحظ حتى الحلقة الجاية. بترككم في أمان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في أمان الله.